رامي، ليه الحراس المرمى المصريين ما بنشوفهمش بيحترفوا في اوروبا؟ ما اعرفش والله. فعلا اه ليه؟ ما فيش اي لا سؤال يعني ده ما جاش في بالك خالص؟ لا I see the Egyptian goalkeepers. I see انا them. They أرى were اشاهد حراس really المرمى المصريين ويؤدونه they بشكل جيد the جدا. only one is اسام الحضري باين الوحيد has been كان abroad. عصام نادر الحضري السيد الذي طبعا احترف، كابتن وايضا نادر نادر السيد السيد كابتن عصام الحضري. وكابتن عصام الحضري كابتن نادر It السيد should be more. كان ينبغي ان يكون بصراحة يعني العدد اكبر. if I look at the goalkeepers اذا in نظرت الى Egypt حراس now المرمى في الوقت، حراس المرمى في مصر في الوقت خد الحالي، نادي انظر الى الزمالك او نادي الاهلي الزمالك question جدا والاهلي، حراس الاهلي وحراس حارس they can الاهلي حارس play الزمالك رائعين، most of the من الممكن teams ان يلعبوا في معظم in الفرق Europe الاوروبيه. I know before زمان كنت اعرف ان it wasn't في easy اوقات if سابقه you الامر all لم the يكن regulations سهلا وكذا but now you have بسبب so اشياء many كثيره players جدا. from Egypt لدينا لاعبين playing كثيرين in في مصر good teams in Europe so يلعبون why في not the فرق goalkeeper جيده في اوروبا، لما لا I don't know يضم هذا الحراس المرمى. هل ده الطموح المصري او حراس المرمى المصري ما عندهمش طموح الاحتراف بعيدا عن نادر السيد او عصام الحضري الاخرين؟ يعني انت اكيد بتشوف دلوقتي اسماء سواء كانت صغيره السن او كبيره كان عندها فرصه، ليه ما احترفتش؟ ليه متصور انه، هل انت عندك تصور ان اللاعب المصري مثلا الحارس ما بيقول لك يعني فرصه بره هتبقى صعبه، مش لازم العب اساسي، العب هنا اساسي، فده ممكن يبقى احد التفكير اللي في البال في انه ما يروحش يحترف؟ It's up to them. I mean, الأمر في نهايته يعود إلى حراس المرمى أنفسهم. كابتن نادر السيد بيلعب بره دلوقتي. Maybe you have to take that step. Accept that you will not play every عليك أن تأخذ weekend. هذه الفرصة. It depends on طبعا من الممكن أن لا تشارك to, في منذ بداية الأمر، واختار الفريق الذي ستنضم إليه. Of course, to be a goalkeeper as حتى well, it's not تكون a حارس position. مرمى، يعني حارس المرمى speak, ليس مركزا عاديا. أنت سيكون لديك، يجب أن يكون لديك شخصية ما تحدث كل من أمامك من اللاعبين. أنت كلاعب أو كحارس مرمى أنت تمثل عدد من اللاعبين وليس لاعبا واحدا، لأنه مركز غير عادي. إذا تحدثنا عن كرة القدم فقط، من بالتأكيد الحراس المرمى من الممكن أن يلعبوا في أوروبا، ولكن لابد من أن تتاح الفرصة، وأتمنى أن يزداد عدد اللاعبين المصريين في الخارج.